بدايتي في 88 89 اول اذان ادنته في 1 نوفمبر في في في, في الصبح اذنت عبد الباسط مره من مرات يعني كنت نادن في المسجد تاع الافواج ثلاثه تاع لي جروب في شامونوف وكنت حين نصلي في مسجد الهدى اللي قدام المرشي تاع علي ملاح راح نصلي عادي يعني مره حكمني واحد الشاب يعني جان هكذا قال لي خويا احمد سقسي قال لي سقسيت ولكن قالوا لي انت هو انا قلت لكش ما كاين يعني تفضل غير الخير قال لي البارح قال لي البارح والله الذي لا إله إلا الله ما جعلكم كلمة والله على ما أقول شهيد قال لي البارح قال لي أنت مشي أدنت في واحد المنطقة واحد الأدان صوت جامع قلت له قال لي واحد المسجد جاي في فلان فلان قلت له نعم أنا هو قال لي والله يا أخوي قلت راح كنت راح ندير غار وتعزيت الله هكذا أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو قال أنا سمعت الأدان تاعك عاود توليت والله الذي لا إله إلا هو والله على ما أقول شهيد صوت مؤثر يا شيخ رياض مؤثر لا كان راح يزطل كان راح يزطل والله قال لي قلت حنا نزطل قال لي سمعت الأدان تاعك عاود توليت دوميتر عاود توليت الله أكبر الله الذي لا إله إلا هو والله على ما أقول شهيد شيء عجيب يا أخي احنا عندنا خويا رياض إن الله كتب الإحسان في كل شيء أكيد ولا لا وهذه كلمات التوحيد أولى الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله هكذا في الحديث الصحيح ولا لا.